النهاردة هنعمل صابون أحلى حاجة ممكن تعمليها من غير أي إضافات. هتبقي أستاذة، يعني أستاذة في الصابون. أبيض زي الفل، صابون رغوته عالية جدا، وزي ما تعودنا هنجرب كل حاجة جوه الفيديو. ما تنسيش حبيبتي تعملي متابعة لصفحة الفيس وتعملي لي اشتراك في عالم أماني على اليوتيوب ووصفات أماني على اليوتيوب. ما عندكيش قوالب، اي علب زي دي تقدري تعملي فيها صابون، علبة زبادي، علبة اي حاجة. كمان ازايز الزيت بلاش ترميها، هتحتاجيها برضو في وصفة النهاردة، وهتعملي احلى اشكال صابون زي ما احنا شايفين كده. نبتدي بقى نشيل الازازة، بس خلي بالك لا ايدك تتعور، لان البلاستيك ده ممكن يبقى حامي على ايديك. هنقطع الصابون زي ما احنا شايفين كده. الصابون ده اتصب معايا في الفيديو وانا بصور قبل ما اخلص الفيديو، يعني المقادير مظبوطه جدا زي ما انت شايفه كده. بنقطع الصابون حاجه تحفه، نعومه، والصابون لونه ابيض، ما هو اسمه الصابون الابيض او الصابون البلدي، صابون لكل الاستخدامات زي ما انت شايفه كده. بصوا النعومه، ناعم بجد، فرحانه بيه قوي قوي زي ما احنا شايفين كده. الصابون اشكال حلوه جدا على فكره، الازايز عملت لي اشكال حلوه. مش عارفه بقى جرالي ايه، عماله اعد في الصابون، بسم الله ما شاء الله، مش عارفه عدده قد ايه. كام مره دلوقتي اعده، مش عارفه عدده كام لغايه دلوقتي. عدوا انتوا معايا بقى، هم حوالي 21 22 صابونه، حاجه زي كده، حاجه تحفه وممتازه. يلا نسمي الله ونجرب الرغوه. شايفه الرغوه وشايفه نعومه الصابونه عامله ازاي، والله من مره واحده بس زي ما انت شفتي. بصي بقى بالسفنجه كمان، طبعا لسه انا عاملاه، فالصابون طري كمان جدا، ده لسه لما ينشف بيبقى احلى واحلى. طب هينشف بعد ايه؟ هينشف بعد ساعتين بالكتير قوي، لانه هو اتصب وانا بعمله في الفيديو. طيب عايزين نصفي الزيت، هنحط منديل وايبس زي ما احنا شايفين كده، اللي هي المناديل المبللة. طب ليه يا أماني مش المناديل العادية؟ عشان المبللة هتستحمل معاكي تصفية الزيت، انما المناديل العادية هتتقطع معاكي زي ما احنا شايفين كده. طب العيار بتاع النهاردة بتاع الزيت، وكمان هكتب لكم ان شاء الله المقادير على الفيديو عيوني الاثنين، عشان حبايبي اللي طلبوا المقادير مكتوبة. دلوقتي انا عملت 7.5 كوبايات من الزيت المستعمل زي ما احنا شايفين كده، يعني لتر ونص بالظبط. بقول لك مقادير اللتر باللتر، وبقول لك المقادير بالكوبايات. يبقى اللتر ونص عامل 7.5 كوبايات من الزيت المستعمل. حوشي الزيت وبلاش تبيعيه لحد ممكن يرجع لك ويضرك او يضر غيرك، لا احنا نستخدمه ونعمل بيه صابون زي ما احنا شايفين كده. هركن بقى الزيت بعد ما صفيته اللتر ونص، وهاجي افضي ربع كيلو من البطاطس 250 جرام، اللي هي الصودا الكشور، القطرونه، الديبوشار، حجر تسليك المجاري، الاسامي الكتير قوي اللي بتاعت البطاطس، والصودا الكاويه. هنقلب كويس قوي قوي. حطيت 2.5 كوباية، النص مش مليان قوي، وهقول لكم ليه دلوقتي. من الميه، ميه متلجه من التلاجه، لازم الخطوه دي علشان البطاطس يبرد معايا بسرعه. حطيت 2.25 كوباية، نقول 2.25 كوباية لاني مش ونص بالظبط، لان ربع الكوبايه اللي فاضل من 2.5 كوباية اللي هم عيار الميه، انا حطيت فيه 2 معلقة من السكر عشان الرغوه وجلسرين لايديكي، وحطيت 2 معلقة من ملح الطعام اللي هو ملح الاكل العادي ده زي ما احنا شايفين كده. لازم تدوبيهم الاول في 2 معلقة من الميه او 1/4 كوباية من الميه. اوعي تكتري السوائل، الصابون مش هينشف معاكي زي ما احنا شايفين كده. هدوب بقى كويس جدا، خلي بالك على ايديكي، البسي كمامه لو اول مره بالزيت تتعاملي مع اول مره او اخر مره مفيش مشكله. برضو البسي كمامه ويحاولي ان انت تحافظي على ايديكي تمام كده، وما يكونش جنبك اطفال، خلي بالك من اطفالك. دلوقتي انا حطيت 1.5 لتر الزيت مع البطاطس.
عندك بقى هاند بلندر تمام قوي، ما عندكيش روحي وتعالي عليه برضو هيتصبن، وافضلي قلبي لغايه مثلا شوفي بقى ساعه ساعتين، يعني اعملي حاجتك وانت رايحه جايه في المطبخ بتقلبي فيه تمام كده، يعني ما فيش حاجه صعبه يا جماعه. بتعملي بالهاند بلندر لغايه ما تحسي ان تخن معاكي زي المنظر اللي هتشوفيه دلوقتي. بصي كده بوريكي المراحل بتاعته لسه شويه. انا بدلت الهاند بلندر وعملت كمان بالمضرب عشان اوريكي ان اي حاجه عندك ممكن تعملي بيها الصابون بايديكي او بمضرب سلك، بس خلي بالك على ايديكي عشان ممكن يطرطش، او بالمضرب اللي احنا شفناه دلوقتي اللي بالكهرباء اللي هو بنعمل بيه ساعات الكيك والحاجات دي. كده الصابون اتصبن معايا زي ما احنا شايفين، كمان شوفوا المرحله دي، ده التقل اللي انا عاوزاه للصابونه، شايفين الصابونه نازله ناعمه ازاي، ولا مكتل ولا خفيف ميه، لا انا عايزاه المنظر اللي احنا شايفينه بالظبط كده زي الكيكه التقيله زي البشاميل برضو تمام كده. ده القوام اللي انا عايزه اوصله. عندك بقى زي الزيت، يلا بقى زي الزيت التموين فاضيه، ابتدي ان انت حطي طعي مثلا الازازه من فوق وحطي الصابون زي ما احنا شايفين كده، حاجة سهلة مش صعبة والله، وعملتي حاجة خير في البيت. بنعمل منه بقى برسيل، بنعمل منه كل حاجة. طب يا أماني انت قلتي مش هحط اضافات وحطيتي سكر وحطيتي ملح، تقدري تستغني؟ اقدر استغنى وبرده هيبقى صابون، بس السكر زي ما قلنا بيحافظ على ايدينا بديل الجليسرين، وحاجة عندنا في البيت، والملح برده ما فيش حد ما عندوش ملح، يعني يعتبر برده ما حطيتش حاجة. حطيت ليمون، عصرت ليمونتين، ليمونتين حلوين كده، عايزه تزودي اكتر مفيش اي مشكله. طب الليمون فايدته ايه؟ بحبه جدا جدا، حلو جدا للايد وللبشره، بيمنع زفاره الزيت، ريحه الزيت ما تبقاش في الصابون ابدا ادام حاطه ليمون. كمان الليمون بيخلي لون الصابون ابيض بالشكل ده، فطبعا بيخلي لي لون الصابون حلو، وبيحافظ برضو على ايديا بياض ايدي، ما يخليش الصابون يأثر على جلدي. الليمون فايدته عالية جدا، بموت في الليمون لما يكون في الصابون، ما بستغناش عنه أبدا طبعا. زي ما انت شايفة كده صبيته، سبته بقى في البلكونة. عايزة تغطيه ياريت تغطيه، بيبقى أحسن طبعا، ما يجيش فيه تراب ولا أي حاجة. أحلى كمية صابون ممكن تعمليها من لتر ونص زيت، مفيش أكتر من الزيت اللي احنا بنستخدمه بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. عرفنا الطريقه ازاي نصفيه. اوعي تنسي متابعه الصفحه على الفيس واشتراك في عالم اماني ووصفات اماني قنواتي على اليوتيوب. السلام عليكم، ويا رب يا رب تكونوا استفدتم.